لم تعد الابتكارات التكنولوجية مجرد أدوات، بل أصبحت جزءاً من نسيج حياتنا اليومية. إننا في شركة سيرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نؤمن بأهمية الاستثمار في تقنية المعلومات وتطوير الكفاءات البشرية القادرة على قيادة هذا المجال نحو مستقبل أكثر إشراقاً. شهدت شركة سيرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في السنوات الأخيرة تطورات متسارعة في مجال التحول الرقمي، ساهمت في تحسين عمليات الإنتاج والتصنيع بشكل غير مسبوق. وقد وضعت الشركة خطة استراتيجية للوصول إلى الحقول النفطية والغازية الرقمية والمدن النفطية الذكية وتركيب الأنظمة الحديثة لمراقبة الآبار والمكامن وإمدادات الغاز وتحديد القدرات الإنتاجية ونقل البيانات، كما وضعت أهمية لتقليل استخدام المعاملات والمستندات الورقية والاتجاه نحو رقمنة كل الإجراءات المالية والإدارية. وفي هذا العرض ستحكي لكم الصورة كيف كانت تدار تلك العمليات وكيف أصبحت. We'll be right back.
مارسيل بريغا كانت هي الأولى في تصدير أول شحنة من النفط الخام وبناء أول مصفاة تكرير في ليبيا، واليوم تضيف إلى ذلك الرصيد تدشين أول مركز تحكم وسيطرة ومركز معلومات رقمي متخصص من خلال التقارير اليومية لجميع العمليات وعرضها على لوحة بيانات يتم تحديثها تلقائيا. هذا المركز تم بناؤه وتجهيزه في وقت قياسي.